تحسيني حالي وما تفرق معاك يا شاغل بالي شو اللي بيمنعك تملالي حياتي تبقى لي حكاياتي سرق لي قلبي واخدته بتحكي حد نوم بسمعك يا سارق لقلبي واخدته معك لمسيني حالي وما بتفرق معك يا شاغل لي بالي شو اللي بيمنعك تملالي حياتي تبقى لي حكايات السلام خوتي، مرحبا بكم في فيديو جديد. كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير، كنتمنى تكونوا كاملين في احسن الاحوال ان شاء الله. اليوم غنهضر معكم على واحد الموضوع فشكال، واحد الموضوع نهضروا على الصحافه وكيفاش كيقدروا يخبعوا الخبر وكيفاش كيقدروا يبينوا الخبر. دابا هادشي كامل اللي وقع على هاد الصاروخ ديال الصين وتكبير الخبر وكذا، هادشي كامل اللي كيعملوه اي في سبات فلوس، حيت ديك الصاروخ كلشي كيتسنى باش ينزل. مهم تكبير الموجة، ما فين غينزلها علاش غينزل، ومن جهة اخرى كيغطيو على ديك فلسطين اللي ما كيبقاوش يصوروهم ما كيبقاوش يسقسيو عليهم. انتما كتشوفو كيضربوهم كيتعداو عليهم وتا واحد ما كيديها فيهم. والدول العربية كتكتفي بالبوست قلبونا معك. كيفاش قلبونا معك؟ هي الدول العربية اينك يا عمر اينك يا عمر. والله العظيم زعما العرب صراحه والله العظيم الى تشتون واحد
واحد الدرجه ما كتصورش، كيعاود ما كانوا يتعاونوا مع بعضياتهم يتحدوا اي واحد من اجل القدس ومن اجل البلاد العربيه، ويكونوا يد في يد وما متشتين، كل واحد كيقول راسي يا راسي بحال اللي حنايا في يوم القيامه. ايوا عند الله غنتحاسبوا كاملين. انا والله ما نقدر ننزل بوست فيسبوك ونقول قلبي معك، اش من قلبي معك واش من ريح. الا كنتي غتتعاون معاهم غتتعاون معاهم الدوله غينوضوا كاملين ويتعاونوا معاهم ووقفوا هادشي هذا. هادشي هذا راه ما من جهه الانسانيه ولا من جهه الدينيه ولا لا حول ولا قوه الا بالله. وصافي، وتحياتي لكم اخوتي، خلينا نخوي قلبنا. السلام عليكم.